لا يسأل عن موظف يتقاضى راتبا ولا يذهب إلى عمله، نقول إن كان له إجازة نظامية ما يذهب لأنه في إجازة نظامية فلا بأس، أما إذا كان ما له إجازة نظامية ويترك العمل من باب التساهل هذا لا يجوز، هذه أمانة، أمانة، العمل أمانة، وهو يأخذ في مقابله راتب، ألا يجوز له يتأخر عن العمل وهو ما له عذر شرعي؟